الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تنتهي جميع الكروبات، وبقدرته سبحانه وتعالى تسهل جميع الصعوبات. نحمده سبحانه وتعالى، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونستغفره سبحانه وتعالى استغفار المستغفرين، ونشهد أنه لا إله إلا هو في الأرض وفي السماوات سبحانه وتعالى، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا العالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأدى صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وبلغ صلى الله عليه وسلم هذه فأدى صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة، وبلغ صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وجاهد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على دربه وطريقته إلى يوم الدين، ولنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تكلمنا لازلنا أيها الأحباب الكرام نذكر أنفسنا بأخلاق هذا الدين العظيم. دائما أخلاقية هذا الدين أيها الأحباب الكرام إذا تبعناها لا نشقى في هذه الدنيا. فبعدما تكلمنا بحول من الله وقوته عن أهمية بر الوالدين، كنا تكلمنا عن بر الوالدين في الخطبة الماضية، فالآن أيها الأحباب الكرام جاء دور لا يقل أهمية من دور هذا الخلق الذي هو بر الوالدين. هذا الخلق أيها الأحباب الكرام بالغ الأهمية، والإسلام ركز عليه، والله سبحانه وتعالى أعطاه اسم من أسمائه. هذا الخلق أيها الأحباب الكرام هو لا يقل أهمية من دور بر الوالدين، ألا وهو خلق صلة الرحيم، صلة الرحيم، بحيث أيها الأحباب الكرام إن الرحم في الأصل هو المكان الذي ينشأ فيه الجنين. هذا هو معنى الرحم في الأول، هو المكان الذي ينشأ فيه الجنين، ويطلق أيضا في اللغة على ذوي القربى، على ذوي القربى الذين اشتركوا في رحم واحدة، على ذوي القربى الذين اشتركوا في رحم واحدة، مثل الأخوة، الإخوة، الإخوة فيما بينهم رحيم أيها الأحباب الكرام، مثل الإخوة يليهم أبناء الخال والخالة. شوف أيها الأحباب الكرام كيفاش ركز الإسلام على هذه الصلة تاع الرحيم، يليهم أبناء الخال والخالة وأبناء العم والعمة، قعدوا من أصناف تاع صلة الرحيم، لأن الأمة والخالة اشتركتا في رحم واحدة، العمة والخالة اشتركتا في رحم واحدة.
وكذلك الأب والعم. الأب والعم اشتركا حتى هما في رحم واحدة. وهكذا أيها الأحباب الكرام، فإن الرحمة درجات بحسب درجات القرب، وتأتي أهميتها، أي هذه صلة الرحيم الأهمية تاعها بعد أهمية بر الوالدين مباشرة. سنقول بر الوالدين تنتقلوا لصلة الرحيم مباشرة. فقد جاء في سورة النساء بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بتوحيده وطاعته، ثم الأمر ببر الوالدين، ثم الأمر بصلة الرحيم. الآية جاءت وقالت الآية وبذي القربى، مما يدل على أن ذوي القربى لهم حقوق، لهم حقوق يجب أن تؤدى في الدنيا، وهي صلة الرحيم. ويعني هذا أيها الأحباب الكرام إيصال كل خير ودفع كل شر، هذه هي صلة الرحيم. ماشي صلة الرحيم تمشي تصيل صاحب ما شاء الله خوك ولا وتضرب انت وياه، لا، تمشي له بالخير، إيصال الخير ودفع جميع الشرور ودفع الشر. أيها الأحباب الكرام، مما يدل عنا أن ذوي القربى لهم حقوق يجب أن تؤدى في الدنيا، وهي صلة الرحيم. ويعني هذا إيصال كل خير ودفع كل شر بحسب الاستطاعة وقدر الطاقة. وهذه الصلة أيها الأحباب الكرام تتنوع بحسب حال الرحيم الموصولة. فإن كان القريب، هذا اللي بغيت تمشي له راه خصك تنفس عليه شي كرب من كرب هذه الدنيا أيها الأحباب الكرام. فإن كان هذا القريب فقيرا فإن صلته تكون بمساعدته بالمال. ماشي أنت مسك الله عليك وعندك فلوس وكذا وتمشي لواحد الرحيم تاعك وهو فقير وتضحك عليه تساعده بالفلوس. صلة الرحيم هنا مادية، خصك تعطيه تعاونه وتساعده مساعدة مادية. فإن صلته تكون بمساعدته بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، هذا قول نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم ثنتان. صدقة على المسكين تقول هي صدقة على ذاك المسكين ما عندك معها حتى صلة، وعلى ذوي الرحيم ثنتان، أي جوج صلتنا، صدقة وصلة، ستكون صدقة وصلة. وإن كان القريب مظلوما فصلته بنصره وتأييده والتخفيف عنه وتحسين ظنه بالله سبحانه وتعالى وابتغاء العلاج له ومباشرة أحواله والعناية بأهله وأولاده الذين منعه مرضه من رعايتهم. وإن كان هذا ذوي الرحيم ضالا فصلته محاولة هدايته ونصحه وإرشاده بالرفق واللين والحب والحنان دون تعنيف أو هجر. والقرآن أيها الأحباب الكرام، والقرآن الكريم مليء بأمثلة ذلك كنصح إبراهيم عليه السلام لأبيه. حتى الأنبياء كانوا يتناصحوا بيناتهم حتى الآن تاعو لأبيه. يقول الله سبحانه وتعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولما لم يستجيب الأب لنصح ابنه قال له الابن كما يحكي القرآن دائما، قول الله سبحانه وتعالى سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهكذا أيها الأحباب الكرام تتنوع صلة الرحم بحسب حال ذي الرحم، مع ملاحظة أن المودة المتبادلة بين الإخوة والأقارب وإن كانت من أخلاق الإسلام ومطلوبة
إلا أن صلة الرحم أمر آخر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل. هذا حديث مهم أيها الأحباب الكرام. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي أن مكافأتك لإحسان ذي القربى بالإحسان لا تعد من باب صلة الرحم. وإنما الصلة أيها الأحباب الكرام، وإنما الصلة بمعنى الوصل، أي وصل ما قطع وانفصل. ولذلك كان من أعلى الأخلاق، من أعلى الأخلاق في الدين الكريم أيها الأحباب الكرام، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعطي من حرمك، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به في قول الحق تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام، كلمة الرحم مشتقة من الرحمة. هذا الرحيم مشتقة من كلمة الرحمة، وهي أيضا اشتقاق من اسم الله سبحانه وتعالى، اشتقاق من اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى عز وجل للرحيم، الحديث القدسي أيها الأحباب الكرام، ما معنى الحديث القدسي؟ أن الفكرة تجي من عند الله سبحانه وتعالى، ماشي بحال القرآن ولا الحديث. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرويه بالقول والفعل، ولكن الحديث القدسي شكون هو الفرق بيناتهم؟ أن الحديث القدسي الكلام، الفكرة تجي من عند الله سبحانه وتعالى ترسلها على الرسول، والكلام تعبير هو من تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين الحديث القدسي ما شاء الله. إذن قال الله سبحانه وتعالى فيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلم، يقول: خلقتك بيدي، يقول الله تعالى للرحيم: خلقتك بيدي وشققت لك اسما من اسمي وقربت مكانك عند مني وعزتي وجلالي. الله تعالى تيقسم على الرحيم: وعزتي وجلالي، لا أصلن من وصلك، ولا أقطعن من قطعك، ولا أقطعن من قطعك، ولا أرضى حتى ترضين. ما شاء الله، شوف ما شاء الله القيمة نتاع هذا الخلق أيها الأحباب الكرام. تيقول الله تعالى: ولا أرضى حتى ترضين. ويدل ذلك على أن لذوي الرحيم حقوقا إذا لم ينالوها في الدنيا طالبوا بها يوم القيامة. الأمر خطير أيها الأحباب الكرام، وحنا تنسهونوه وتنسهلوه، وهو خطير. طالبوها بها يوم القيامة. وإن رضا الله سبحانه وتعالى متوقف على رضا الرحيم التي حين خلقها الله تعلقت بساق الرحمن، بساق العرش، حيث خلق الله تعالى هذا الرحيم تعلقت بساق العرش مستجيرة من القطعة، كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لما خلق الله الرحمة تعلقت بساق العرش، فقال الله لها: مه، هذا مه، أي ما شأنك؟ حيث تعلقت بساق العرش، قال لها الله تعالى: مالك، هو أعلم بها، ما شأنك؟ قالت، هذا الرحيم تتهدر أمام الله سبحانه وتعالى، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطعة. فقال الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها وبنا أيها الأحباب الكرام، فقال تبارك وتعالى: نعم، هذا مقام العائذ بك،
من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى نعم أما ترضيني أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هذا أيها الأحباب الكرام، هذه هي القيمة اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الرحيم. وصلة الله سبحانه وتعالى للعباد هدايته ورحمته. الصلة نتاع الله تعالى لينا احنا بالنسبة لله تعالى باش نكونوا باش يهدينا الله تعالى ويرحمنا الله سبحانه وتعالى. وقطيعة الله سبحانه وتعالى غضبه وعذابه. قطيعة الله سبحانه وتعالى هو الغضب نتاعو والعذاب نتاعو. فمن منا يحتمل ذلك أيها الأحباب الكرام؟ بين الرضا باش يرضي عليك الله تعالى وباش يغضب عليك الله سبحانه وتعالى، شكون اللي يحتمل هذا العذاب وهذا الغضب نتاع الله سبحانه وتعالى؟ بقطع الرحيم. ويشير القرآن الكريم إلى أهمية الرحيم في كثير من المواضع. فمثلا حين غضب موسى عليه السلام من أخيه هارون عليه السلام وعاتبه على عدم اتباعه حين اتخذ قومه العجلة، استدر هارون عليه السلام عطف أخيه بتذكيره بصلة الرحيم، فقال له كما يحكي القرآن، قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ونلاحظ الآية أيها الأحباب الكرام أنه لم يخاطبه بقوله يا أخي، شوف الأسرار نتاع القرآن أيها الأحباب الكرام، وإنما بقوله يا ابن أمي، أي يا من شاركتني في رحم واحدة. أنا دابا خوك إلا قلت له يا ولد ما أحسن من إلا تستعطفو أكثر من إلا قلت له خويا. وكذلك حين دخلت أم هانئ بنت أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة تشكو أخاها علي بن أبي طالب، لم تقول إن أخي ولم تقول إن عليا، وإنما قالت يا رسول الله قد أزرت رجلا ورغم ابن أمي أنه قاتله، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد أزرنا من أزرتي يا أم هانئ، أي أدخلناه في جوارنا وبسطنا عليه حمايتنا. ومن صلات الرحم أيها الأحباب الكرام الواجبة شرعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يصح أن يترك الأخ أخاه بعيدا عن الله أو يرى ذوي رحمه على معصية، ولا يقدم لهم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة. فربنا تبارك وتعالى يوضح ذلك بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويثني على إسماعيل عليه السلام بقوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم، نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبسنة نبيه الأمين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sempre collegarsi con la famiglia, questo è l'importante, con fratelli, con nipoti, con sorelle, con la mamma, con tutti. Questo è importante, cari fratelli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. نقر لك يا أرحم الراحمين يا ربي، نقر لك بالوحدانية ونقر لك بالربوبية، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه
وعلى من سار على دربه وطريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قد يتعلل، زعما يجيب الناس علال ويقول أي واحد فينا، قد يتعلل بعض الناس ويعتذرون بمشاكل الحياة وهمومها في عدم سؤالهم عن ذوي القربة. كاين دروك اللي يقول لك ما عنديش حتى الوقت وما كيفاش ندير نتواصل مع ذوي القربة، تيتعلل تيجيب الأعذار ومودتهم. ولكن إلى جانب ذلك أيها الأحباب الكرام، فهناك من الوسائل المتاحة في زماننا هذا، الله تعالى كرمنا في هذا الوقت هذا، في زماننا هذا لم تكن متاحة للأجيال الماضية، فهذه الهواتف الذكية، هذا الشيء اللي كرمنا الله تعالى به، خصنا نستغله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهواتف الذكية وهذه المواصلات اللاسلكية التي سخرها الله سبحانه وتعالى في هذا العصر، سهلت جميع الطرق وجميع الإشكاليات وجميع الإشكاليات، لكن يتسنى لنا جميعا بأن نصل أرحامنا. الله يجزيكم بخير، اللي عنده شي رحيم يوصلوا في سبيل الله، يوصلوا غير بكلمة. دابا ولا صلة الرحيم كما تنقولوا احنا بالدارجة فابور، اللي ما بغاش يفعلوا ما بقاش حتى الخلاص تاع التليفون، هضر بالساعة بالساعتين لله سبحانه وتعالى، صل هذا الرحيم يصلك الله سبحانه وتعالى. وبطريقة سهلة وبدون تكاليف، حتى التكاليف تاعها ما بقاتش، صلة الرحم ولا دابا بالمجان. ولهذا ما علينا جميعا إلا أن نبادر بصلة أرحامنا ولا نقطع اتصالنا بهم، وفي ذلك خير كثير في الدنيا والآخرة. ولا يصح مقاطعة ذوي الرحم مطلقا إلا في حالة واحدة، حالة واحدة اللي يمكننا الإنسان يقطع هذه الصلة هذه، وهي أن يكون ذو الرحم فاجرا لا يؤمن شره ولا يجدي معه نصح ولا إرشاد، ولا تزيده الصلة إلا بغيا وعلوا وعدوانا. ومع ذلك أيها الأحباب الكرام، يجب الدعاء له بالهداية والاستغفار له. ولنا في خليل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، حيث قال لأبيه بعدما يائس منه كما يحكي القرآن الكريم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذه بشرى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياكم من العافين عن أرحامهم والمتغافلين عن أخطائهم والمتسامحين في حقوقهم لأقربائهم يا أرحم الراحمين، الداعين لهم حسيا ومعلوميا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع فيما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأزلفنا عملا صالحا يرضيك عنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اجعل اللهم يا أرحم الراحمين هذا الجمع المبارك جمع المبارك المرحومة، واجعل تفرق منه تفرقا سالما من الخطأ معصوما. اللهم يا أرحم الراحمين اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اكشف على هذه الأمة هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إنه ليس إلا جند من جندي، هذا الوباء أيها الأحباب الكرام راه من تسخير الله سبحانه وتعالى،
ما كاينش شي بشر واخا ما شاء الله اي واحد تيقول انه من صنع البشر، ولكن تسخير من الله سبحانه وتعالى على هذه الامه. اللهم اكشف عنا العذاب انا موقنون يا ارحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من له الحق علينا يا ارحم الراحمين. اللهم شافينا وعافينا من شفاه الله من هذا المرض وعافاه من هذا المرض، اللهم زده شفاء وعافية. من كان مريضا أو مات له قريب اللهم أجره في مصيبته، اللهم أجرنا في مصيبة جميع إخواننا الذين ماتوا بهذا المرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفعه عنا، اللهم ارفعه عنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا بهذا المرض أو بغيره من الأمراض، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا رب العالمين متعنا بأسماعنا وبأبصارنا وبقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل الدنيا أكبر ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم من له الحق علينا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. اللهم يا أرحم الراحمين كل مكروب اللي عنده شي حاجة في قلبه نتاع الخير، اللهم أنت تقضي الحوائج قضي حوائجنا، اللهم إنك تشفي الأمراض فاشفي أمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا رب العالمين قوموا إلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم عليه في الآخرين، وصل اللهم عليه يوم الدين، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. أقم الصلاة.